حافظ العالم على مقولة العالم أصبح قرية صغيرة، وبالطبع كان ذلك بفضل هذا الجهاز. فمواقع التواصل الاجتماعي جعلت شعوب العالم ترى بعضها البعض وتتشارك لحظات سوية. بعد هذه اللحظات تغلق روح المنافسة حيث من سيتفوق أكثر. وهنا يأتي دور جنس، حيث ترعى جنس وتنتظر دائما وأبدا تلك اللحظة، لحظة التفوق على النفس وقبلها التفوق طبعا على الغير، لحظة استثمار وتطوير منحة وهبك ربك إياها، لحظة أن تكون أنت المختلف، أنت قاهر الأرقام القياسية. فاليوم نجتمع تحت شعار ميت ذا ريكورد بريكرز، أو التقوا بمحطمي الأرقام القياسية في هذا البلد الاستثنائي، حيث حصلنا أيضا على مقولة مصر أرض الأمن والأمانة. حتى إذا ضاقت الظروف فهي دائما الأقوى. هذا البلد الذي يثق دائما بقدرات شبابه وروح التحدي التي يمتلكونها وكم الطاقة لديهم. ونحن هنا لأن جنس هدفها توجيه تلك الطاقة وتوجيه روح التحدي لدى الشباب المصري. فثقت جنس بالشباب هنا وقدراتهم الاستثنائية كبيرة جدا. وبإطلاق مقر الشريك الرسمي لها بمصر، فهذا يعكس رؤية جنس لخصوبة الأرض المصرية من حيث تبجير قدراتها وتطميرها والمواهب، حتى إذا كان ذلك على المدى الطويل.